حدثنا عن مشاركة نادي الشباب العربي في البطولة النرويج الدولية محمد. في النرويج. بداية أريد أن أوجه تحية خاصة لخليل خميس الذي هو بس لخليل للكل للكل بس تحية خاصة لخليل خميس اللي مفترض أن يكون أن يلعب في صفوف الفريق. هو يلعب خليل. نعم الذي أدربه أصلا. هو حارس مرمى؟ لا هو لاعب دفاع رائع لكن اضطر إلى السفر، فتحية خاصة لخليل وكل فريق الشباب العربي. واريد ايضا ان اوجه تحيه باسمي وباسم محمد كركي الى الكابتن الكبير ناصر بختي محمد. سنشاهد بالصور الذي يقوم بعمل رائع. نعم سنشاهد بالصور مسيره نادي الشباب العربي في النرويج، حيث وصل الفريق الى دور الثمانيه، قدم مباريات متميزه في هذه البطوله نادي الشباب العربي. أو هنا المشاهد مهدي بيسي، نشاهد صور الشباب العربي. هنا اللاعب مهدي قبيسي سامي الذي نعم اللاعب الذي زار أولد ترافورد وتدرب مع يعني أشبال فريق المانشستر يونايتد. وهنا هنا صور الشباب العربي. هل الكابتن ناصر بختي صحتين يعني. وقت الافطار حسب ما اخبرونا الافطار الساعه 10 مساء والامساك السحور يعني الساعه 1 يعني بيفطروا بس 4 ساعات. نعم فنحمد ربنا في لبنان على التوقيت الجيد. هنا مباريات من الشباب العربي. نعم هنا ياكلون طعام الغداء او الافطار. نعم يعني بالفعل هو خروج مشرف لفريق الشباب العربي من الدور ربع النهائي وبضربه جزاء بنالتي. نعم. هنا حاملين العلم اللبناني. اللبناني على امل دائما ان يرتفع العلم اللبناني ويبقى مرتفعا. وهنا تحيه الى وسام عبود ايضا اللاعب المتواجد مع نعم يعني شباب العربي فريق كبير وعلى أمل أن يصبح علامة فارقة في تاريخ الكرة اللبنانية. هم كل سنة يشاركون. شوف الجالية اللبنانية التي يعني بس تشعر أن هناك لبنانيون في مكان، تأتي مع العلم اللبناني المرفوع بين أعلام الدول المشاركة في هذه الدول يعني لها شأن كبير في كرة القدم العالمية. هنا في المباراة يعني وأيضا يعني حتى المستوى الفني لفريق نعم. الشباب العربي كان مميزا، وكما قلنا منذ قليل قد خرج من الدور الربع النهائي وبضربة جزاء لا نعلم إذا كانت صحيحة، لكن يعني خروج مشرف لفريق الشباب العربي.